شكرا لك. هذا السؤال عاودي السؤال عاودي السؤال. انا بغيت نعرف خوتي اختي وخويا عيطوا لهم طلعوا في السيستم وانا ما عيطوش ليا وانا خدتهم وتناوليت في ديك الدار وشكرا لكم. هذا سؤال موجه للنواب. السؤال اللي عندي انا لكم الحضور اللجنه الكريمه تنشكركم جزيل الشكر على هذه الالتفاته. انا وديه وليداتي تقيدوا وانا ما تقيدت شيء. زوجي متوفي وليداتي تقيدوا وانا لو درت شكايه درت شكايه وبا تا هو وديي وبا تا هو من ولاد نطاع ما تقيدناش كاع نهائيا دارنا ما تقيدوش خوتي نهائيا. هذا هو السؤال اللي عندي وما جازيكم بخير. والدي قالوا ولاد نطاع قالوا لي ارض عنا قالوا لنا ما ساكنينش. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنعتذر على النفي عادي يعني لانه ما كنفعلش على الشخص والاستاذ احتراما لجميع الاساتذه والناس الصاهرين على هذا اليوم التواصلي مع جيش الجزائر. احنا محتاجين بحال هذه الايام وبحال هذه الجلسات باش نداولوا المشاكل ديالنا. انما اللي تاه الحافظه ديالي هو بعض النقاط اللي كانت كتمس بصفتي كجيشي وكانت منها تقبيله. حنا جيشيين ابا عن جد وباقي هذاك الدم كيسري فينا ديال جدودنا. منين قال الاخ اننا الموضوع ما كيعنيناش ما في الدريج. النقطه الثانيه اللي ضراتني شي شويه حنا ما عمرنا كنا كنطالب بالبقعه. حنا بالعكس الارض ديالنا مشات والمخزن اللي فرض علينا البقعه وفرض علينا الفلوس بالطريقه اللي بغا هو. هذا علاش دخلت وانفعلت ولكن كنعاود نكرر الاعتذار ديالي. بالنسبه للاخوان الصاهرين على هذا اليوم الدراسي اللي كيهم قبيله جيش الودايع. حنا كنطالب منكم انا بصفتي كجيشي وكرئيس جمعيه نضاموا مع هاد الناس اللي كياخذوا بحال هاد المبادرات. وكاينين بعض الشرفاء اللي باغين يخدموا الملف ويزيدوا به قدام وحنا معاهم. حنا مادين يدينا. انما هذا التعصب ديالنا هو التعصب على الاشياء اللي مشات منا الاشياء اللي ضاعت منا والارض اللي داو لنا. هذا لا يعقل ان الودي يفخر يامو يبقى مثلا مهمش او لا يساوموه. حنا ولينا كنساوموا في هذه اللوائح. لا يعقل اننا يجي يقيدني واش انا جيشي ولا ما جيشي. انا كنتمي لهذه القبيله انا جيشي فيما كنت كنتمي لهذه القبيله اذا انا جيشي والحقوق ديالي خصها تكون مضمونه من الولي الصغير حتى الانسان الكبير. ما كاينش علاش كنفرقوا دابا المخزن اللي يفرق بيناتنا. هذا جيشي هذا ولد جيشيه هذا يستافد هذا ما يستافدش. هادشي الاخوان راه ظلم وباطل وظلم وباطل لانه خصنا نجتهدوا شي شويه ونكونوا لوحمه واحده. انا كنطالب من هذا المنبر هذا كاين سي شعيب كنكل ليه جميع الاحترام لانه كاين واحد التواصل بيناتنا كبير وانا عارف المستوى ديالو وعارف حتى الافكار ديالو والنوايا ديالو. انسان صادق كيدافع على الملف بداية وبحكم انه انسان صادق قرروا يديروا هذا اليوم التواصلي باش يوضحوا الامور لانه كاين شي ناس كيصيدوا في الماء العاكر وهذا كيضر بالملف ديال جيش بداية. وشكرا شكرا وشكرا وكنقدم اعتذار ديالي مره اخرى. بالوحده والتضامن كنبغي نشكر اللجنه وعلى الالتفاته وعلى الوقت اللي خصاتو لينا. السؤال ديالي انا وديه ابا عن جد. تعوض البعض من خوتي والبعض ما تعوضش بحكم اننا كنا صغار وواحد اختي ما تعوضش بحكم انها واخده وديه تعوض. واش ممكن نتعوضوا مازال؟ والسؤال الثاني الزوج ديالي ولد ودية تعوضت امو وهو وخوته ما تعوضوش. وشكرا. معكم بن عيسى بورحيل من دوار حي البستان زرارة. حنا ودايا كتمدد من شبانات الجرار ومن البحر للغابه كنا نموتوا على البلاد.
بالنسبه للنواب خلقت واحد العداوه كثيره. كان في الشبانات من يبداو في الشبانات تيقول لك خصك تكون مزوج، وكاين اللي مشى تزوج وهو ماشي من حقه يتزوج، ومني مشى ما عرفتش عليه الخطوبه قال له انت ما تتسالش. وهذا هو المشكل اللي وقع على فيه دابا حاليا. كاين اللي نايف كنتي كتلعب معاه في العود وتعافلتي منه قال لك انت ما تتسالش. كاين اللي انت ودي وابا عن جد ومرتك وديه ومشيتي مشيتي تخطب وما ديتيش معاك الخطوبه قال لك انت ما تتسالش. هذا عيب. شوف من وصلوا لهذه المرحله. حنا لك كنا ودايا وغايرين على الودايا، راه واخا تكون العداوه ولكن راه العاصل تيبقى عاصل، ومن حقك خاصك تاخذ. واخا في الغمره واخا في شياط ما واخا في ولاد زرار، انت كتنتمي لتيتر 22970 راه ما عندناش المشكل. حنا تعرضنا لواحد العمليه غنسميها عمليه نصف حي البستان، وكنشد من الاخوان انهم ينصفونا. صور حنا محصيين وعندنا رقم الزراعه والاحصاء ديالنا سالا في 2013 وداز فيه القايد الاول والقايد الثاني وجا الثالث دار لنا مزرعه وهميه حنا ما كاينينش. بغينا نعرفوا حقنا من هذا القانون شنو واش من حقنا، علاش تقصينا وعلاش شاد لنا المزرعه ديالنا وداوها وحدين اخرين وحنا محصيين. الا مشى حيت النايب ديالنا مات قال لك النايب دار عمليه نصب واحتيال، نديروا عمليه نصب واحتيال النايب. والسلطه المحليه فينا هي محله من الاعراب اللي قيداتنا، وحنا ودايا جدود جدود جدودنا عسكر كانوا تيحميوا هذا الوطن، هما سبلوا رواحهم من عمل الاجر من اجل داك الشبر ديال الارض. كان اللي ما عندوش العود ما تيديش البلاد. حنا راه جدودنا كانوا عسكر حنا. وشكرا. السلام عليكم. قبل الكورونا قبل ما لا المهم قبل ما نعطي التساؤلات ديالي بغيت نشكر العيالات اللي شهرين هما معايا في الزنقه. شهرين هما معايا واخا كون كانوا هاد الناس كاملين تيجيو يوقفوا معانا كون راه الحوار تحل شحال هادي، ولكن الحمد لله الحمد لله على هاد القضيه. وتنشكر الاخ ايوب اللي كان من الاول معانا وقف معانا ما تحيدش معانا. الاسئله اللي بغيت نسول الله يجازيكم بخير، حنا كودايا كولاد البنت كجيشيين بصفه عامه ولاد البنت ولاد الولد حنا بحال القانون عاطينا هذا الحق. بغيت نعرف انا دابا الحوار تحل مع النواب وشرحوا لنا، شكرا على هذه المساله. المساله اللي بغيت نسول عليها كنائب فاش يجي للدار ديال الكيشي ولا ديال الكيشيه كيفاش تيحصي؟ حنا اللي تنعرفوا تيحصي بالحاله المدنيه اللي حي حي واللي ميت الله يرحمه الله يلاقينا فيه في الجنه ان شاء الله. غير انا اللي بغيت نعرف انا كبنت البنت وولاد خوالي ولاد الولد علاش العائله كلها تتحصى وتنوصل ليا انا وخويا، خوتي محصيين تيوصل ليا انا وخويا ما محصيينش، ولاد خالي ما محصيينش. فاش تسولوا تيقول بعدا التليفون مطفي، فاش يتشعل التليفون شنو يقول لك؟ طاحوا لي الورق. اذا انت كنائب اللي غطيح لك الورقه ديالي وديالك وديال الاخر وديال الاخر راه زعما راه حشومه. ولي فريد تيكونوا اغلاط، مرحبا تيكونوا اغلاط، ولكن فاش يكون هذا الغلط تتعرف راسك غلط، علاش ما تجيش تدق الباب وانت الباب راك فاش نهضر معاه الباب راه حاضو كاردو ودخل فيه تشبه. علاش ما تجيش تدق الباب ومرحبا؟ اش الناس راه هاد الناس ناقصين من عندكم. تيتطفى التليفون فاش غايشعل عليا التليفون ما تيهضرش ليا بالانتساب تيهضر ليا بالنسب. شنو واش ماشي حشومه حنا في 2022 وتهضر ليا بالنسب؟ واش انا في محكمه ديال الاسره بغيت نثبت با شكون هو؟ لا ما خاصش نثبت با شكون هو. انا باغا نثبت خاصني نكون في ديك اللائحه كما قيدتي ولاد البنت كاملين قيدني حتى انا سيدي. حنا مازال تفهمني معايا اسمح لي. المهم هذا هو السؤال ديالي. المهم تنتمنى الخير لكل شيء وشكرا للاخوه اللي عطاونا يد الحوار، ولكن اللي بغيت نعرف ان كبشويه راه حشومه موظفين في البشويه، حشومه موظفين في البشويه. خويا مروان خويا مروان خليني نكمل.
حشومه حنا كموظف البشويه حتى يعطيك الاوكي سيد الباشا ويجي موظف يقول لك لا ولاد البنت ما يتقيدوش. علاش هذا السؤال بغيت نسولو لهذاك النائب اللي تيسمع الموظف البشويه والنائب بوحديته، بغيتو يجاوبنا على هذه الاسئله. ما كرهناش كون جا حتى هو وهضر، ولكن الغالب الله. وشكرا وشكرا للعيالات الديشيات كاملين اللي خلاو من وقتهم وجاو وقفوا معنا، راه بالنضال ديالكم باش وصلنا حنا هنا، راه بالوقفه ديالكم باش وصلنا هنا. وشكرا.